هذا علف بياض بروتين 17 محبب، شوف انه موجود فيه منتجات الحبوب، منتجات بروتين نباتي، كربونات الكالسيوم، ثنائي فوسفات الكالسيوم، احماض امينيه، مخاليط املاح معدنيه، وفيتامينات كلوريد الصوديوم، كلين كلوريد. شوفوا كل هذول منتج واحد. فدائما احنا نقول اذا علف احد شعير تظهر مشاكل. ليش؟ لان الشعير فقير بالبروتين، فقير بالكالسيوم، فقير والى اخره. تظهر المشاكل التاليه بالشعير: اولا حالات الافتراس كل شقيها، بمعنى افتراس البيض أكل البيض، أو افتراس بعض الدجاج، بمعنى أن الدجاج يبدأ يأكل بعض. هذه نقطة. النقطة اللي بعدها نقص حاد بعملية إنتاج البيض، لأنه فقير بالبروتين مثل ما ذكرنا، فقير بالكالسيوم إلى آخره. فهذا مشكلة الشعير، زائد أنه يعطينا دائما مشاكل خارجية على الدجاجة. ريشة الدجاجة تلقونها دائما عضلة قوية وإلى آخره. السبب لأنه فقير بالبروتين، وما في أملاح، وما في كالسيوم، وما في إلى آخره. فهذه مشكلة علاقتهم الشعير. بينما لو أخذنا علاف بياض، فهو مش مكتوب عليه، مكتوب عليه علف كامل يهدف إلى تزويد الدجاج البياض بحاجة من العناصر الغذائية، انتهى. موجود كل العناصر موجودة به، لكن أحيانا حنا نتدخل بأشياء بسيطة. مثال: لو صار عندنا نقص كالسيوم، رغم أنه موجود فيه كالسيوم، موجود فيه شيء بعد ممتاز، يعني كربونات الكالسيوم، ثنائي فوسفات الكالسيوم، هذول الأشياء، شوف كربونات الكالسيوم وثنائي فوسفات الكالسيوم هذول جدا ممتازات، لكن أحيانا يكون عندنا نقص فنزود بالعليقة كالسيوم، نزود بالعليقة كالسيوم، بمعنى نحط كالسيوم سواء بودرة أو سواء نحط أحيانا مع الماء الكالسيوم أو هو السائل. نتكلم عن الكالسيوم وفوائده، نبي نختص شوي بالدجاج بما انه مجالنا بالدجاج، ونحصل تقصير فاعذرونا، انا قاعد اختصر عشان توصل المعلومه بالشكل المطلوب باذن الله. اول شيء الكالسيوم ما حد يختلف عنه له دور اساسي بناء الهيكل العظمي كله. الان نبي نختص الان بالدجاج، له دور بعمليه بناء الشكل الخارجي بمعنى العظام، وعمليه انتاج البيض بمعنى الشكل النهائي للبيضه. هذا عباره عن كالسيوم، هذا الشكل النهائي للبيض عبارة عن كالسيوم. طيب من أين يحصل على الكالسيوم؟ طبعا يحصل عليه من أمرين: الأمر الأول يستخلص من العظام، يأخذ ثم نبدأ يضخه على عملية الشكل النهائي للبيض. الأمر الآخر يستخلصه عن طريق الأكل، بمعنى الأكل حقه إذا كان فيه كالسيوم فهو يأخذه من الأكل، تمام، ويستخلصه ثم يبدأ يضخه على عملية علاقتهم الشكل النهائي للبيض. طيب لو حصل عندنا نقص عجز يستخلصه من العظام، وبنفس الوقت الكالسيوم الموجود بالأكل علاقتهم ليس كافي، لابد أن حنا نتدخل بحط الكالسيوم على العليقة، بمعنى نأخذ كالسيوم بودرة ونحطه على الأكل، نخلطه مع الأكل ثم نقدمه للدجاج. هنا يصير فيه نقص، لابد أن يصير فيه زيادة بالكالسيوم. طبعا المفترض أنه ما يكون فيه نقص، المفترض أنه على طول نحط الكالسيوم بشكل تقريبا معتاد. يعني ليش؟ علشان عندنا عملية إنتاج البيض بشكل يومي، فما ودي يصير عندنا نقص، أو مثلا يصير عندنا مشكلة بقشرة البيضة الخارجية، بمعنى يصير عندنا قشرة البيضة عبارة عن أحيانا تيجي شفافة أو متهتكة، بمعنى أول ما تلمس يكون في ضعف قشرة البيضة. فلابد أن نأخذ احتياطاتنا بالشكل هذا، أن نحط الكالسيوم بشكل تقريبا شبه على قولتهم حنقول يومي، يعني خصوصا بعملية إنتاج البيض، لأنه إنتاج البيض هنا قاعد تستهلك أنت الدجاج بشكل غير طبيعي، لأنه يوميا تضخ كالسيوم. طيب لو كنا نعلف علاف بياض للدجاج، وعلاف البياض موجود فيه كالسيوم، هل يكون هناك نقص؟ نعم يكون هناك نقص كالسيوم. ليش؟ لأن الدجاج قاعد تبيض يوميا بشكل يومي، فالنقص وارد، فلابد احنا من زيادة الكالسيوم. موجود الكالسيوم بالعليقة حق الدجاج، بمعنى بالأكل حق الدجاج، لكن بنسب احنا لابد انه نزوده، نزود الكالسيوم احيانا بالعليقة. ليش؟ لأنه قاعد الطائر يبيض يوميا يعطينا انتاج بيض، فالنقص وارد. كيف نعرف النقص؟ نفس ما ذكرتكم شوي، هشاشه بالبيضه شكل خارجي مشكله، احيانا الدجاج يبيض بدون قشر، فهذه من علامات نقص الكالسيوم. فلا بد ان نحط بالحسبان انه الكالسيوم شيء مهم بعمليه انتاج البيض بالنسبه للدجاج. طبعا هذا علاف بياض، علاف متوازن، موجود فيه كربونات الكالسيوم وثنائي فوسفات الكالسيوم المسؤول عن عمليه ألا وهو ضخ الكالسيوم، متوازن، هذا علاف متوازن. لكن أحيانا يحدث عندنا نقص، فشين زين فنجيب من هذا كالسيوم ناعم، حبيبات صغيرة مرة جدا،
وأعلمكم هذا من اللي تحصلون عليه. تشوفونه ناعم مرة، فإننا ناخذ من الكالسيوم هذا نضيفه على العليق بمعنى على الأكل ونخلطه ونعطيه الدجاج. طيب وهذا؟ هذا حجر جيري، كذلك كالسيوم هذا، لكن هذا خشن حباته صغيرة، ويخلط مع الأكل ويعطى الدجاج كذلك، ويسد عندنا ثغرة نقص الكالسيوم. فكل هذولي ممتازات، هذا الناعم وهذا الخشن. طيب من أين نحصل على الكالسيوم هذا؟ من وين نحصل عليه؟ هذا روح لهم يا أخوان حق مواد البناء، قل له أبي بودرة بلاط، لعلي أصور لكم الكيس. قل له أبي بودرة بلاط، بودرة بلاط، قل له يعطيكية رخيصة جدا. تأخذ من هالبودرة هذه تمام، وتضيفها على الأكل وتخلط وتقدمه للدجاج حقتك، لكن على الكيلو. بمعنى كم عندك كيلو؟ مثلا هنقول 12 كيلو تقريبا من الأكل، تضيف عليه كيلو تقريبا من الكالسيوم من هذا هالبودرة هذه، وتخلط. أهم شيء أنه طريقة الخلط تكون ممتازة جدا، خلط مرة ممتازة بحيث أنه يتجانس مع الأكل، وتقدمه للدجاج بهالطريقة هذه، سديت ثغرة نقص الكالسيوم. وهذا نفس الحكاية، هذا الحجر الجيري، هذا الحجر الجيري نفس الحكاية، هذا نخلطه مع الأكل ونضيفه، سواء عندك بودرة البلاط أو الحجر الجيري. فهذول كل بوهن كالسيوم، عبارة عن كالسيوم نقدر نقدمه للدجاج. أعطيناكم صورة قبل وبعد، والآن تشوفون أنتم أمامكم تقولون عادي صح؟ طيب لو جينا وأخذنا من هنا، شوفوه متداخل مع الأكل، شفتوه الحويبات هذه الصغيرة، هذه هي. لو جينا أخذنا من هنا نفس الحكاية، لو جينا أخذنا من هنا نفس الحكاية. لابد إذا حطيته أحرص على الخلط، التجانس، بمعنى أنه يدخل مع الأكل، يتجانس مع الأكل، ما يكون جزء موجود وجزء مو موجود. إذا حطيته أخلط أبتل أخلط، لابد من عملية التجانس، بحيث أنك إذا قدمته للدجاج ما يكون جزء جاي وجزء ما جاء. وأنت شطارك عاد تبي تخلط كيسين ثلاثة كياس، صحيح أنه متعب عملية الخلط، خصوصا إذا كان ما عندك أجهزة متعب شوي، لكن أخلط وجهز وخله، وابد خلاص بتقدمه للدجاج بشكل مستمر اللي أنت أبيه.